أعلنت مؤسسة حياة كريمة رعاية وتبني موهبة الشاب جورج ألبرت من محافظة المينيا نحات تمثال المرأة الإفريقية، وذلك ضمن خطة المؤسسة لاحتضان المواهب الفنية المختلفة في كافة محافظات الجمهورية. هذا وأكدت المؤسسة على مساعدة الشاب جورج ألبرت على استكمال تعليمه لتطوير مهاراته وموهبته الفنية ودعمها لكافة مشروعاته الفنية المستقبلية. ضمن خطة حياة كريمة في دعم المواهب الشابة، استقبل أعضاؤها جورج ألبرت، طالب في العشرين من عمره يمتلك موهبة الرسم وتشكيل المنحوتات الفنية، لبحث كيفية تنمية موهبته والاستفادة منها. جورج بالنسبة لنا مصدر إلهام، مش بس لمؤسسة حياة كريمة، لكافة متطوعيها على الأرض. فقررنا ان احنا فعلا هنتواصل معاه، هنبدا ندعمه من دلوقتي لحد ما نوصله لاكبر مكانه ممكنه، وده بسبب ان احنا مؤسسه حياه كريمه من دورها الاساسي ان احنا لازم ندعم كل المواهب الشابه وكل الناس المتفرده في امكانياتها وفي مهاراتها علشان نوصلهم لاعلى قيمه معاهم واحنا معاهم طبعا. سعادة عارمة عمت وجه هذا الشاب عندما تفاجأ بأن حياة كريمة ستعمل على دعمه لتمكنه من النحت وممارسة عمله في مناخ إبداعي يتلخص في اهتمام المؤسسة بأشكاله الفنية حتى تصل به إلى طريق الإبداع الصحيح. ليس هو فحسب، بل تسعى حياة كريمة في الوصول إلى غيره من الموهوبين في كل المحافظات. مؤسسة حياة كريمة تواصلوا معي عن طريق الفيس وحددوا ميعاد معايا وجيت استضافوني، كرموني بجائزة حياة كريمة وخدوا كل التفاصيل عنه وكل المستلزمات يعني اللي انا احتاجها في مجال الفن ان انا اكمل واوصل الحلم يعني. دي بالنسبة لي لحظة اكيد فخر وشرف ليا اكيد طبعا ان انا اكون وسط مؤسسة حياة كريمة. حياة كريمة ليست مجرد كلمة ترفع على اللافتات فقط، بل هي مؤسسة تبني وتطور وتمكن وتتبنى لتنهض بكل شباب مصر في كل المجالات الحياتية المختلفة.